انا بجد هتجنن واعرف مين اللي قال لامك ان احنا في شرم. اقسم بالله لو اعرف لا اقتله. يا سلام، وانت يعني ما سالتش نفسك مين اللي قال لطنط انتصار ان احنا في شرم يا عمرو؟ ادينا لا عرفنا نتهنى بشهر عسل ولا نيله، حاجه تقرف. انا ما اعرفش يا رب هنعيش ايامنا الجايه ازاي بالشكل ده. مين اللي بيزعق في البيت ده؟ اسمع يا ابن انكسار، محدش يعلي صوته في البيت ده غيري. انا مش عايز اعلي صوتي عليك احتراما لبنتي والعرش البيت. لا ما انا ايه، احنا عندنا وجايبين جنينه حيوانات هنا. يا ماما ما يصحش كده. اخرقتي. بص بص بص، انت كمان هتبصبص لها قدامي تبصبص عند امك. انت دخلتي هنا ازاي؟ مش راضيه اشرب فنجان اللي بتاعي اللي بحبه. يا رب مش عارفه امها هكون دخلت بايه يا احاسيس. هدخل الشقه بايه هنا؟ الله ده ولعت حلو قوي. هدخل بالمفتاح طبعا، فنجان قهوه ايه مظبوط. الله الله اللي طلع لي. الله زهر ايه يا ماما؟ حلاق طول بعرض، مزين يا بنتي مزين. طب ممكن افهم حضرتك معاكي مفتاح شقتي انا ليه؟ لا ده مش حلاق، ده مستلم. تلم يا شقتك ايه؟ شقتك ده ايه؟ انت شايفني ايه؟ المشروع القومي للاسكان بتاع الشباب، دي شقه امانه يا كتكوت. سامعه؟ هو انا ما كنتش موافق اعيش معاك عشان ما اسمعش كلمتين الذل دول. لا يا رب على الحظ. اقول ايه بس، حلاق في الفنجان وحلاق في الشقه؟ هو انا مش قايله لك يا كتكوت ان ده شرط عشان تتجوز بنتي؟ وانا مش قايل لحضرتك ان انا عندي شقه وكويسه جدا كمان، وكان نفسي ان انا وهي نعيش فيها لولا حضرتك اصريتي ان احنا نعيش هنا. نفسي لسع على فين؟ نفسي مين؟ الحلاق اللي في الفنجان. نفسي. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده يا كيمو يا حبيبي؟ ماما مش قصدها. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتدافع عني قدامي؟ ماما مش قصدها يعني يشتمني وتسكتي؟ اهو انت وامك يلا بنت، ما انتش بايده فيها والله. تعال هتنامي معايا، احلق بقى شعرك الطويل ده، احلق. يلا يا حبيبي يلا يا حبيبتي. احسن منكم. اهدى انا ازاي يعني واقف بتكلم معاكي فجاه حد يخش علينا؟ مش عارفه البنت دي مش راضيه تولع لي. نفسي اشرب فنجان قهوه. نفسي افهم واقف بتكلم حد يخش علينا ينفع؟ حد مين؟ في حد غريب دخل هنا؟ ده انا مأمنه المكان. حضرتك دخلتي علينا واحنا بنتكلم. انا حد يرضيكي كده يا شرف؟ يقول على امك حد حبيبتك؟ عيب يا محمود. طنط فوق راسي والله وبحبها جدا، بس انا برضو بحب الخصوصيه. خصوصيه؟ وانا دخلت عليك وانت بتحلق؟ يعني دخلت عليك اوضه النوم؟ ما ده اللي ناقص يا طنط، حضرتك تخش لنا اوضه النوم. يوه كفايه خناقات بقى، انا من ساعه ما اتجوزت وانا حاسه ان انا مش عارفه ارتاح. حرام عليك وحرام. حرام والله حرام. هو فعلا حرام. انت عندك حق، احنا لازم بقى نستريح. يلا بينا ننام. يلا فين؟ جرايه يلا. انت هتاخد البت من قدامي وتسيبني قاعده لوحدي؟ يلا. يلا انا دكتور محترم يا هانم. عند امك يا اخويا، عند امك. يلا 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 يا بنت انزلي معايا، ما انتش بايته. هي كانت فتره اختبار وراحت لحالها. يلا يا حبيبي. نام يا حبيبي لوحدك، نام. يلا يا بنت يلا يا بنت. افتحي سيبك مني. ما انا نفسي افهم انت بقالك ساعه ما بتولعش ليه؟ ما بتولعش ليه؟ ما انت ولعت اهو. ايه حكايتك يا نور؟ ايه اللي انت عاملاه مع البنات ده يا شيخه؟ حرام عليكي بقى. اعمل ايه؟ مش قادره ابعد عنهم. من يوم ما اتولدوا ما فرقناش بعض ولا لحظه، حياتي كلها ليهم. انا بحبهم قوي، بحبهم قوي. انا عامله معاهم زي البطه كده، يروحوا كده اروح وراهم، يروحوا كده اروح وراهم، مش قادره اسيبهم. لا انت مالكيش غير حل واحد، انك تتجوزي وتتلخمي في اللي هتتجوزيه وتقعدي تضايقيه وتنقريه كل يوم الصبح وتقرفيه. اتجوز ايه؟ انا لو شفت راجل في الشارع ببقى عايزه الزقه في كاوتش العربيه. انا قفلت الباب ده من زمان. ليه بقى ان شاء الله؟ ليه؟ من اللي شفته من ابو البنات واللي عملوا فيا خلاني اكره ابص في وش اي راجل. انت عارفه الرجاله دي عامله زي الكائنات الذبابيه، عايشة على بقايا الطعام. لا 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 لا، ده انت متعقدة بصحيح. احكي لي بقى على كل حاجة، كل حاجة. احكي لك من اول فين ولا منين؟
من اول البنات ما خدعني، ولا لما خطيبي ضحك عليا، ولا اصل انت عارف انا عامله زي ايه؟ انا عامله زي الخريطه، وعيره التضاريس متراميه الاطراف. ها احكي. حاضر. تعالي يا اختي افتحي البتاع ده وناوليني الاشارب يا حبيبتي. اهو اهو يلا. اسم الله عليك. كده كويس؟ ايوه اسم الله. شرب. احكي لك من الاول خالص؟ من الاول خالص، انا سامعاك اهو. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا طنط كويسه. ايه الزياره الحلوه دي؟ اه والله ميرسي يا روحي. امال محمود فين؟ هو لسه داخل ينام. والله طب خلاص سيبيه سيبيه. لا انا هخش اشوفه ثانيه واحده بس، هو لسه ما نامش. احمر شاري كره النار ماشيه. يا ايه ده؟ عندها الذوق في الورد خالص. اس حبيبي يا محمود، كنت عايش عندي البيت بيهفهف بيهفهف. والله العظيم منورانا يا ماما. والله انا ما صدقتش اول ما قالت لي ان انت جيتي. انا بصراحه يعني ولا نوم. انت فين يا شيخه؟ وحشتيني والله العظيم. يا ست الكل انت فين؟ بس كبسه. انت فين بقى وقافل موبايلك ومش سائل فيا؟ انا اقدر برضه يا بطه الكلام ده يا بطه. ايه اللي منيمك بدري؟ عريسه بقى وعايز انام. عشيتي يا حبيبي؟ خص عليكي خص عليكي يا شرف. ليه تسيبي جوزك ينام من غير عشاء؟ ليه؟ لا يا طنط، هو احسن حاجه ان الواحد ما ياكلش بعد الساعه 8، اصل دي عاده صحيه وبتمنع كل الامراض. امراض ايه؟ فلا الله ولا فالك، حرام عليكي. يرضي مين ده؟ يعني ايه تسيبيه ينام جعان كده؟ وبعدين هو دكتور، انت هتفهمي احسن منه في الامراض. وفي الاخر يعني انتوا بتاكلوا ازاي؟ ما هو انت شكلك كده عمرك ما دخلتي المطبخ. يا طنط هو احنا لحقنا؟ ده احنا اليومين دول بنجيب الاكل من بره. من بره كمان بتاكلوا من الشارع؟ وده بقى اللي صحي. لكن العشاء والنوم لا يضر، مش صحي. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني على اللي انت فيه. والله العظيم وحشانه. ازيك يا ماما؟ والله انت بتجيش ليه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين اللي بيزعق هنا؟ انا بحذركم، ده بيت محترم محدش يزعق ابدا. يا قمر ايه الاحمر الاحمر دي؟ شمسك تجنن. قمر قمر. الست دي دخلت هنا ازاي؟ دخلت من تحت عقب الباب. وانت ما تدريش انا لا حيطان تهمني ولا بيبان تلمني، بالليل بتحول. محمود. نعم. هي الست دي معاها مفتاح شقتك؟ شقته؟ لا، فوق لنفسك. تعال حبيبي بات عندي الليله دي على ما اشوف صرفه مع الناس دي. ده انا جوزك ست ستها، انت تتبهدل البهدله دي؟ هو انا عندي غيرك؟ يلا 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 يا اختي، يلا يلا بالدكتور سافلون بتاعك ده. من يوم ما دخل العماره ملا العماره بينج. ده انا بقف جنبه بدوخ كده وامسك نفسي بالعافيه. دي كانت غرزه مهببه يوم ما اتجوزك. عاجبك كده يا ماما؟ احسن. عشا ايه ام عشا؟ ده داخل لنا 50 كيلو، خارج معاها قد ايه كده؟ 70 كيلو. يلا يلا تعالي تعالي هجوزك احسن مني. يا ماما يا جماعه خراب البيوت مش بالساهل. يا دكتور. يا محمود. يا دكتور. جنبك يا بنت. يا دكتور. يا دكتور. يا دكتور ده انت اللي كنت كريم معايا. يلا يا محمود. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.